يعني افترض انه حزب الله غير يعني بشكل غير مباشر، لانه لو كان معني بشكل مباشر الدخول في هذه المواجهه لكان اعلن انه هو اطلق الصواريخ، ولكن حزب الله غير معني ان يكون هو بالواجهه، وبالتالي من اطلق الصواريخ هو اطلقها بعلم حزب الله ولكن بدون ان تسمى صواريخ حزب الله التي اطلقت باتجاه اسرائيل. موضوع اتفاق الغاز ربما يكون جزء من هذا التحييد الذي وقع بين اسرائيل ولبنان، والذي يعني اصبح معاهدة دولية موجودة في الامم المتحدة، وبالتالي هناك ضمن النوع من الحفاظ على المصالح انجاز التعبير بين لبنان واسرائيل بخصوص موضوع الغاز. اسرائيل ايضا غير معنيه بدخول مواجهه مفتوحه مع حزب الله، يعني بغض النظر يعني الصواريخ حزب الله ممكن ان تطال يعني مراتب عده في اسرائيل، وبالتالي يعني زياده تعقيد الوضع في اسرائيل امنيا سيكون في غير صالح حكومه نتنياهو، مع انه تحدثنا انه هذا كان حبل نجاه، ولكن التصعيد اكثر واكثر لن يكون في صالح حكومه وائتلاف نتنياهو، وبالتالي افترض ان الطرفين غير معنيين بالدخول في مواجهه. وحزب الله يفهم هذه المعادله داخل اسرائيل؟ يفهم، افترض انه حزب الله يعني لديه سياسيين اذكياء يعني وبالتالي افترض انه يفهم هذه المعادله ويعي تماما انه دخول جبهه مفتوحه. وايضا عندك بالداخل اللبناني بالمحصله لبنان في وضع اقتصادي صعب جدا، الاقتصاد سيء، البنوك معطله بشكل او باخر، الحياه الاقتصاديه في لبنان سيئه، وبالتالي زياده يعني في حال اسرائيل فتح جبهه مفتوحه مع اسرائيل وتدمير البنيه التحتيه في الداخل اللبناني بالضاحيه وغيرها من المناطق اللبنانيه سيكون لها اثر سلبي حتى على شعبيه حزب الله في داخل لبنان، وبالتالي هناك ايضا مصلحه داخليه لبنانيه لحزب الله في عدم الدخول في مواجهه مفتوحه. تمام. في اطار ذلك سيد نادر الغول، يعني لو عدنا قليلا الى تصريحات نتنياهو عندما قال بعد ساعات قليله من اجتماع امن المجلس الوزاري المصغر، قال الاعداء يدفعون ثمنا باهظا سنجعلهم كذلك، يعني توعد أعداء إسرائيل بدفع ثمن باهظ، ما هو هذا الثمن من وجهة نظرك؟ يعني أفترض أنه من الأمور مجريات الأمور، نعم هناك قصف في منطقة سور في جنوب لبنان استهداف للمناطق الفلسطينية، وبالتالي الفلسطيني سواء في لبنان أو في قطاع غزة هو الذي سيدفع الثمن، وبالتالي أفترض أنه نتنياهو يقصد الفلسطيني بشكل أو بآخر، ومشكلته بالتأكيد يعني مشكلته وصراعه دائما مع الفلسطيني، وأعتقد أنه إحنا كشعب فلسطيني سنكون يعني الثمن لهذه السياسات وهذا الرد الإسرائيلي العنيف. على صعيد شعب أم فصائل أم قيادة سياسية سيد نادر؟ افترض انه الشعب هو من يدفع الثمن الاكبر، يعني القيادات السياسيه للفصائل الفلسطينيه يعني يعطيهم العافيه، بس يعني الا صار في عمليات اغتيال لشخصيات قياديه في الفصائل الفلسطينيه هذا شيء مختلف، ولكن حتى الان يعني لا، الفصائل اللي هي فصائل يعني الكبير تاع الفصائل الان بشكل او باخر بعيدا عن الاجهزه العسكريه للفصائل مجرد ادانات وبيانات واستنكارات، ولكن لا يوجد حقيقة فعل على الأرض. كيف يمكن تغيير هذا الواقع؟ أم أنه خلص الفصائل الفلسطينية استسلمت لهذا الأمر الواقع، وكما تقول أنه كبيرة الفصائل تتحدث عن إدانات واستنكارات؟ يعني أنا بدي أفصل بين الشق السياسي والشق العسكري. يعني الشق السياسي هناك خطابات وهناك وعيد وتهديدات، يعني على سبيل المثال وليس الحصر، يعني السنوار والرقم 1111 والآخرية والكثير من هذه مجرد فقط هي يعني خطابات شعبوية تخاطب عواطف الناس، ولكن حقيقة على الأرض يعني حتى الآن أفترض أنه الفصائل المقاومة الأجنحة العسكرية في قطاع غزة لم تدخل بشكل حقيقي في هذه يعني المواجهة، هناك نعم قصف صواريخ. تغيير الحال بطبيعة الحال الشعب الفلسطيني كله لازم يكون في حالة وحدة حال كما حصل في السابق
لم عد اعتقد في العام 2021 عندما توحد الشعب الفلسطيني ككل من الشمال من راس النقوره الى جنوب فلسطين، كان في هناك وحده حال، كان في هناك حاله شعبيه. ولكن بعد عام شو صار سيد نادر الغول؟ يعني بتكلم عن 21 ل 22 اسرائيل استفردت كما كنا نتابع بحركه الجهاد الاسلامي في قطاع غزه وقصفت مقرات واغتالت قيادات في سرايا القدس الذراع العسكرية للجهاد الإسلامي. حماس حينها لم تتدخل، لم تنزل بثقلها على المعركة كما يقال، وبالتالي اليوم المشهد ذاته يتكرر. إسرائيل تقصف مواقع تابعة لحركة حماس سواء كان في قطاع غزة، نتحدث عن جنوب لبنان، تم تحييد حزب الله كما أشرنا قبل قليل في حديثنا معك. يعني هذا التعامل والتكتيك العسكري الإسرائيلي اليوم، تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ حتى ممن تسميهم إسرائيل بالأعداء، كيف يمكن فهم هذه السياسة؟ لو هنا بيصير في هنا الإشكالية الحقيقية الموجودة عند هذه الفصائل اللي هي انتهازية سياسية بالمحصلة. نعم كلامك صحيح، حركة حماس في العام 2022 تركت حركة الجهاد الإسلامي لوحدها يعني تواجه يعني العدو الصهيوني، وبالتالي لا يعني لما يكون وحدة حال أقصد الجميع يشارك، الجميع موجود، الجميع بدون حسابات سياسية ضيقة. ولكن ما يحصل الآن كما تفضلت أنت عزيزي حازم، هناك حسابات سياسية ضيقة، هناك حسابات إقليمية كمان أيضا، هناك حسابات تحالف ولا آخره، يعني بغض النظر، ولكن كل فصيل لديه حساباته. ولكن عندما يكون وحدة حال الشارع الشعب جميعا موحد في حالة شعبية وليست يعني مش حالة سياسية تقودها التنظيمات، لأن التنظيمات لا تستطيع أن تقود هذه الحالة، الحالة الشعبية العفوية الموجودة للشعب الفلسطيني، وهذا الحديث مختلف. ولكن عندما يكون هناك حسابات سياسية وانتهازية سياسية يعني حتى نكون صريحين، الأمور مختلفة طبيعة الحال، كل فريق كل فصيل يفكر بطريقته ومصلحته أولاً.